ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا على هوم سينما، رجعنا فيديو جديد وحلقه جديده. والفيلم اللي احنا هنعمله مراجعه النهارده هو الفيلم ابيجيل. قبل ما نبدا حلقتنا بس ما تنسوش تكونوا عاملين سبسكرايب بعد اذنكم للشانل، لان ده بجد يا جماعه بجد بيساعدنا جدا. ما تنسوش اهم حاجه تكونوا عاملين سبسكرايب للشانل واللايك والشير للحلقه، ويلا بينا نبدا. الفيلم من كتابه ستيفن شيلدز ومن اخراج مات اولبن، نفس المخرج اللي عمل قبل كده سكريم الجزء الخامس وسكريم 6، ومن اهم اعماله اللي كانت في 2019 هو فيلم ريدي اور نوت. الفيلم من بطوله ماليسا باريرا ودان ستيفنز، وعندنا الطفله اللي هي ابيجيل اللي اسمها اليشا وير وكيفن دورت. فيلم ابيجيل هو من الافلام اللي انا بالنسبه لي بصراحه في 2024 اللي كان من المفاجآت، بجد حقيقي كان من المفاجآت في عام 2024 ان فيلم ابيجيل يعني بجد يعني ممكن يكون من اكتر الافلام اللي ليه علاقه بالفامباير، اللي بجد حقيقي اتبسطت وانا قاعد بتفرج على الفيلم. يعني ممكن يكون من احلى الافلام اللي اتعملت ليه علاقه بالفامباير. يعني اخر فيلم شفته ليه علاقه بفامباير كان عجبني وكان فان تو واتش، كان فيلم فروم داسك تيل داون. انا بصراحه يعني متضايق جدا ان في التريلر بتاع الفيلم ابيجيل يعني حارقين كتير قوي من البلوت بتاع الفيلم جوه التريلر، وخصوصا ان انا الفيلم ده ما كنتش عملت له تريلر رياكشن، لان الفيلم ده انا كنت اتفرجت على التريلر بتاعه في السينما، وكان في حاجات في البلوت اصلا كانت اوريدي محروقه في التريلر. طبعا هتكلم عنها عادي جدا لان كده كده اصلا هي متقاله في التريلر عادي. منها ان ابيجيل دي اصلا شي از فامباير، او هي يعني مصاصه دماء. يعني دي كانت من الحاجات اللي انا بصراحه كنت زعلان جدا ان هي كانت متقاله في التريلر، لان انا شايف من وجهه نظري لو كانت الفكره بتاعت الفامباير او البنت اللي هي ابيجيل دي بتتحول لفامباير كانوا سابوها مفاجاه في الفيلم، انا شايف ان هي كانت هتبقى حاجه جامده جدا. وانت اصلا قاعد بتتفرج على الفيلم، انا اساسا حوار ان التريلر، انا اصلا التريلر شفته من زمان جدا، انا اصلا موضوع ان هي بتتحول لفامباير ده اصلا انا كنت مسقطه تماما. لما ابتدت تحصل حاجات لافراد العصابه، لان افراد العصابه اللي معانا في الفيلم اللي هم المين كاركترز اللي معانا هم بيخطفوا ابيجيل علشان يحطوها جوه بيت ويطلبوا من ابوها فدية، بس هم ما يعرفوش ان هي فامباير. طبعا بدأت تحصل لهم بلاوي من خلال ابيجيل لافراد العصابة، اللي انت اصلا يعني انت بتقول ان دول حرامية ولاد 60 في 70، بس في نفس الوقت برضو مع مرور احداث الفيلم هتبدأ ان انت تتعاطف معهم لاسباب كتيرة. فدي من الحاجات اللي بصراحة برضو ضايقتني جدا 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 ان هي اتحرقت في التريلر. انا كنت ممكن اتفاجئ، بس ممكن انا ممكن اقدر اتفاهم ده ان هم قالوها في التريلر علشان يخاطر ان هم يبيعوا الفيلم ان البنت دي ممكن تبقى هي فامباير وبتبدأ واحدة واحدة تجيب دماغ الناس من الاخر، وده موجود برضو في التريلر. انا مش بحرق حاجة. انا بصراحة الكاست بتاع الفيلم عجبني جدا جدا جدا، وبصراحة كان مفاجئ جدا جدا جدا، خصوصا ان معظمهم يعني ما يعتبروش ناس جداد قوي، بس مش موجودين دايما على الساحة. يعني ماليسا باريرا اللي هي بشخصية جوي اللي كانت موجودة في الفيلم هي بطلة فيلم سكريم الجزء الخامس والجزء السادس. انا مستغرب ان حتى مخرج الفيلم هو المخرج بتاع فيلم سكريم، لان انا اللي عرفته اصلا ان ماليسا باريرا عملت اصلا مشكلة مع صناع عمل سكريم، لان هم طردوها من الاخر، يعني البروديوسرز او الشركة اللي هم مش عايزين ان هي تطلع تاني في جزء الجديد بتاع سكريم، لان هي بتدعم القضية الفلسطينية، فمن الاخر شطبوها يعني قالوا لها مع السلامه. فاستغربت ان المخرج رجع يخرج لها فيلم، يعني فده شيء غريب فشخ. حتى كمان الناس اللي برضو اللي شدوا انتباهي جدا يعني زي واحده زي كاثرين نيوتن اللي هي كانت في دور سامي، بصراحه ظريفه جدا ودمها خفيف جدا. اخر مره شفتها كان في فيلم فريكي، وكان الفيلم ده كان بجد كان رهيب اللي كان مع فينس فون. برضو عندنا انجلس كلاود ده اللي كان الشخص اللي توفى سنه 2023، ده كان اخر فيلم كان عمله البطل اللي كان عمل يوفوريا، وهو الشخص اللي هو دايما متخدر كده وعايش في بحر الغد. اللي بالنسبه لي بجد كان حقيقي كان مفاجاه هو كيفن دورند. انا الممثل ده بقالي كتير جدا 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 ما شفتوش، كان اخر حاجه تقريبا على ما اظن كنت اجزم ممكن اكون شفتها مثلا الممثل ده شفته في لوست، يعني المسلسل اللي هو لوست، ما شفتوش حاجه تانية بعدها، او ممكن اكون شفته بس انا مسقطته تماما يعني. بس كله كوم، والبرفورمانس بتاع اليشا وير اللي هي في دور ابيجيل كوم تاني. البنت دي بجد حقيقي من الممثلات اللي هتكون الفتره اللي جايه ممثله صاعده بطريقه او رهيبه او بطريقه بسرعه الصاروخ، لان بصراحه
الفيلم كله قايم على الستوري بتاعتها هي واداء الطفله اللي اسمها ابيجيل او اليشا وير. بصراحه ادائها فوق المبهر بجد حقيقي فوق المبهر. على قد ما الفيلم فيه جور كتير جدا او الجرعه الدمويه كتيره جدا في الفيلم، بس انا شايف من وجهه نظري كانت ممكن تبقى اكتر من كده، خصوصا ان احنا بنتكلم على فامباير، فالفامباير بيحب الدم، فمفروض يبقى كان فيه جرعه جور زياده شويه، خصوصا الفيلم المفروض ان هو اتس ان ار ريتد موفي، وخصوصا احنا بنتكلم على فامباير، ففامباير يعني دم طبيعي، خصوصا ان المخرج مفروض ان هو نفس المخرج بتاع ريدي اور نوت. يعني انا حسيت ان الجرعه الدمويه كانت موجودة أكتر في فيلم ريدي أور نوت أكتر ما هي موجودة في فيلم أبيجيل. بس بصراحة جرعة الانبساط في فيلم أبيجيل، لأن هو مش بس فيلم هورر، هو أنا حسيت أنه هو ممكن يبقى تصنيف هورر سلاش كوميدي، لأن فيه برضو إفهات كتيرة جدا ومواقف كتيرة جدا كوميدية في أحداث الفيلم اللي أنا أصلا شخصية ما توقعتهاش، لأن أنا حسيت أنه افتكرت أصلا أن الفيلم أصلا فيلم رعب صرف، بس اتاري ان الفيلم برضو فيه شوية جرعة كوميدية انا ما اتضايقتش منها خالص، بل بالعكس انا شايف ان هي كانت مناسبة جدا لاحداث الفيلم، لان انا بصراحة دايما كنت بحط نفسي في نفس الموقف بتاع ابطالنا اللي كانوا موجودين في الفيلم، يعني افيه ترمى هنا ولا افيه ترمى هنا، يعني مش هيخسر بجد حقيقي، يعني الجرعة الكوميدية موجودة في الفيلم بجد دمها يعني مش تقيل بجد في محلها جدا، وانا شايف ان هي كانت ظريفه جدا. فيلم ابيجيل هو الفيلم بجد اللي حقيقي اللي هتتبسطوا منه جدا، ولو انت واحد ما بتحبش الدم ما تتفرجش، بس انا شايف من وجهه نظري الفيلم ده يعني لحد الان لحد 2024 هو من اكتر الافلام اللي حاسسها اتس لايك ا بوب كورن موفي، ومن الافلام اللي بجد حقيقي يعني هتشدك بجد حقيقي لحد الاخر ومش هتمل منه. قيمي ليه فيلم ابيجيل هو 7/10. بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها عن فيلم ابيجيل، اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله، اشوفكم في فيديو تاني قريب، ما تنسوش تعمل سبسكرايب لايك وشير لو الحلقه عجبتكم، ما تنسوش برضه تعمل سبسكرايب للشانل التاني اسمه هوم الون وتيك تو، هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن، ولو حابين تعملوا فولو لايك على فيسبوك وتيك توك وانستغرام برضه هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن، وباي باي.